السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبنا كتير بحذف المناهج أو أجزاء من المناهج بسبب أزمة كورونا، ولما الدكتور طارق وصل له اللي ناس كتير عاوزة حذف المناهج، الدكتور طارق بيرد على كلامنا اللي هو حقيقة قرار حذف أجزاء من المناهج بسبب كورونا. الدكتور طارق قال لك حقيقة وجود قرار بشأن حذف المناهج للسنوات الدراسية بسبب كورونا، قال لم يصدر أي قرار بشأن حذف أجزاء من المناهج، مشيرا لأنه ليس أي قرار قادم تخص أي حذف من المناهج. يعني جابها من الآخر، يعني هو معناها مفيش حذف المناهج، رغم ان احنا بنطالب يا دكتور طارق الطلبة داخلة متأخر، فياريت نعمل الأجزاء الأخيرة من المنهج نعملها أبحاث. ده وجهة نظر، رغم ان العام الدراسي بدأ يوم 17 أكتوبر وهما كان المفروض يخشوا في شهر 9. فاحنا كل اللي احنا عاوزينه عاوزين نقلل الكثافة في المنهج عن طريق اللي انا عاوز الطالب اللي هو درسه يقدر يستوعبه، ما يبقاش كبير. عشان كده دكتور طارق قال خطة الوزارة كانت الصفوف من كي جي 1 حتى الثالث الابتدائي الحضور في الفترة الواحدة هيكون 4 أيام، المدرسة الفترتين هيكون الحضور 3 أيام، وتحليل الجداول لحضور الطالب على مستوى المدرسة من الصفوف من الصف الرابع للصف الثالث الابتدائي الحضور في مدرسة الفترة الواحدة هيكون يوميا أسبوع، يومين بس في الأسبوع، وبالنسبة لمدرسة الفترتين هيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، ويتم تحليل الجدول. ومن أولى ثانوي إلى من أولى إعدادي إلى تالتة إعدادي هيكون الحضور يومين خلاص، ومن أولى ثانوي لتالتة ثانوي يبقى الحضور إيه؟ يومين. ده كلام الدكتور طارق. دكتور طارق ده قرار فاصل، مفيش حذف في المناهج. يبقى دكتور طارق في تصريح لم يصدر أي قرار بشأن حذف أجزاء من المنهج، وقال لك ليس هناك أي قرارات قادمة تخص أي حذف من المناهج. يا ترى الكلام ده هنثبت عليه ولا في تغيير؟ هنشوف في الأيام اللي جاية، في الساعات القليلة اللي جاية هيكون معانا أخبار جديدة. تابعونا على قناة أجيال أندلس، لسه ما اشتركش اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل الجرس للكل عشان تصلك جميع إشعاراتنا أول بأول. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال أندلس، في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.